زينب عليها السلام من الشام إلى المدينة، لا زيارة الأربعين ولا كربلاء. رحلت زينب والعيال عليهم السلام من الشام إلى المدينة المنورة، فلم ترجع عليها السلام إلى كربلاء مطلقا، لا في الأربعين ولا بعده. وخرط القتاد أدنى لهم من إثبات الخلاف. أولا عن منتهى الآمال للقمي، عدد الأيام بعد عاشوراء يساوي. بعث ابن زياد الرؤوس إلى الكوفة، زائد بعد يوم بعث أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة، زائد ابن زياد شمت بهم وشنع عليهم وشفى حقده، زائد حبسهم، زائد كتب ابن زياد إلى يزيد، زائد يزيد أرسل الجواب، زائد ابن زياد جهزهم وأرسلهم، زائد 20 يوما وصلوا للشام على فرض أقصر الطرق، طريق البرية غرب الفرات، زائد 30 يوما أقاموا في الشام يساوي 60 يوما على الأقل. أليف، أي ما بعد 40 بـ20 يوما، وما زال أهل البيت في الشام، فكيف يدعي الفاحش الشيرازي والمدلسة أن زينب والسجاد وأهل البيت عليهم السلام كانوا في كربلاء يوم 40؟ باء، يتضح أيضا أن العودة إلى كربلاء تستغرق 20 يوما، أي أن وصولهم إلى كربلاء سيكون بعد مرور أكثر من 40 يوما بعد يوم 40. جيم، بمعنى أن وصولهم إلى كربلاء ليس في شهر صفر ولا ربيع الأول، بل سيكون في ربيع الثاني، فأين يوم 40 وزيارة 40؟ دال، الحقيقة أنه لا حقيقة لذهاب زينب عليها السلام إلى كربلاء في 40 ولا بعد 40، فما قيل ويقال يرجع إلى الوهم والتدليس والتجهيل وتجارة الدين والاستئكال بمصائب زينب وآل البيت عليهم السلام.